عروسة عرفت عروسة من أول وجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا أحلى جمهور في الدنيا كلها. النهاردة فيديو استثنائي، فيديو جميل جدا جدا. احنا قاعدين انا وميرفت عادي بنتغدى زي اي اتنين متجوزين بيتغدوا عادي، مفيش اي مشكلة، تمام، حلو لحد هنا. تطق في دماغ الحاجة ميرفت انها عاوزة تعمل فرحها من اول وجديد. ايه رأيكم في الفكرة؟ جامدة بصراحة. صح؟ عايزة تعمل فرحها من اول وجديد، واخدين بالكم من الكلام؟ جامدة. يعني فرح وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. أيوة، وصممت بقى، البس فستان بقى وسيشه، كل حاجه، كل حاجه هتشوفوها. وصممت بقى على الوضع، قلت عشان ما زعلهاش لو جت على قد تورتايه وعلبتين كنز ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. لا عادي مش مهم، نجيب التورتايه وعلبتين الكنز وبتاع ونحتفل وخلاص. انما ايه بقى؟ لا، ما ينفعش. عايزه تروح تحجز فستان، وعايزه تروح تحجز سيشن. يعني كتير عليا يا جماعه بذمتكم، فستان فرح مش كتير، وتحجز سيشن، وانا اجيب بدله. لا، خدوا بقى الاكبر من كده، خدوا بقى الخبطه الثقيله. عاوزه تزفف عربيه ليموزين اللي هي طولها 2 متر دي. ايه رايكم؟ مفاجاه يعني، من نوعها. يعني اللي انا ما صرفتوش على الفرح الاساسي اصلا. ايوه يا جماعه، ما انا بعوض حقي بقى. اللي انا ما صرفتوش على الفرح الاساسي هصرفه واحنا بنعيد الفرح تاني. عادي يعني، بص مش عارف اقول لكم ايه. المهم في الاخر، يعني المهم خليكم معانا وانتوا هتشوفوا كل حاجه. المهم ان انا طوعتها، وكل حاجه، كل المهم ان انا اتهبلت في عقد انا كمان وطوعتها. هي عشان فكره مجنونه اصلا. طوعتها ولبسنا ونازلين ورايحين نحجز الفستان ورايحين نشوف العربيه ورايحين نشوف مكان السيشن اللي نصور فيه، وطبعا اخر حاجه هنبص عليها البدله بتاعتي بقى. كل حاجه بقى، انتوا هتبقوا معانا خطوه خطوه. انا عندي بدله تانية جوه. لا، جديده. عايزين البس بدله جديده. ايوه، نلبس يعني البدله دي مخرجه. يعني انا البس فستان وانت لا؟ انا عندها حق، ما ينفعش. كملوا معانا لاخر الفيديو عشان تشوفوني وانا لابسه الفستان وبتصور في السيشن. خطوه خطوه، هنأجر الفستان الاول. انا مش هشتريه عشان هيبقى كتير عليها. لا، هشتريه بالمره. لا لا مش هشتريه، ده بيبهش الستيشن. ونحجز العربيه، كل حاجه خطوه خطوه، وانتوا هتبقوا معانا. يلا تعالى. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تدوسوا اللايك، امانه عليكم تدوسوا اللايك. ولو انت اول مره عشان تشوفنا، عشان انا بس، عشان طلبي بس، لازم تدوسوا اللايك. ولو انت اول مره تشوفنا يبقى انت لازم تنزل تشترك في القناه حالا وتفعل زر الجرس دي محبه فينا احنا. لا، ولسه كل الفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى مجنونه من نوع خاص. فلازم تتابعونا. يلا بينا بقى، عشان اول خطوه هنعملها دلوقتي هنطلع على مكان الاتيليه. المكان اللي هنأجر منه الفستان ونحجزه. مرمطه في الحجز. ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك والكميل والشير والتعليقات والاشتراكات بتاعتكم الجميله. يلا بينا، يلا تابعوا معانا بقى لما نروح الايه؟ عند الاتيليه. يلا، مع السلامه. وصلنا يا جماعه محل الفساتين اخيرا اهو. ايه رايك؟ هتفرج بقى، هتدخل تختار الفستان. ندخل نختار الفستان. المحل ده عموما يعني انا مش اول مره جه، انا جيته قبل كده مع بنت خالتي وحجزنا من عندهم. اسعارهم حلوه وعندهم حاجات جميله جوه، وانا هدخل اقيس دلوقتي. ده المحل من فوق برضه. هتدخل تقيس الفستان يا جماعه، وامانه عليكم اكتبوا لها في التعليقات احسن فستان ممكن تقيسه، ويكون رخيص، ويكون رخيص وعلى قد الفلوس. لا، اغلى فستان. لا، اغلى ايه بقى؟ اغلى فستان. اغلى مش هينفع. انا هدخل اقيس دلوقتي، ويلا تعالوا معايا بقى. نخش بقى نشوف الفستان يا جماعه، يلا تعالوا معانا. بنت خالتي لابسه من هنا وبنت خالتي الثانيه، فانا جايه يا جماعه ومتعمده ان انا اجي المحل ده بالذات، مش دعايه بس، انا بيعجبني الفساتين بتاعته. كلها بصراحة أحلى من بعض. وادفع يا أسامة. ادفع يا أسامة. ده أنا ما دفعتوش في الفرح الأولاني، هدفعه دلوقتي. إيه رأيك أختار أنهي فستان بقى؟ أنا محتارة. ولا أوريكوا بقى ونقيس على طول. كفاية بقى عشان إيه؟ طب أنت هتختار أنهي فستان طيب؟ أنا لسه مش عارفة. مين اللي هتصور معايا يا جماعه؟
عروسه، عرفت عروسه من اول وجديد. ايه رايك يا جماعه بالفستان ده؟ تحفه بصراحه. انت هتشجعني ان اتجوز تاني على فكره. نعم انا اهو. انت هتشجعني ان انا اتجوز تاني. لا هخليهم يقوموا عليك مظاهره، انت حر. وفستان وفرح ولسه سيشن ولسه عربيه ليموزين طولها 3 متر و... شايفين يا جماعه التكلفه يا جماعه؟ انا بنصح كل شاب لسه هيتجوز ما تفكرش، ما تفكرش تتجوز. عايز تقول حاجه؟ عروس فستان جميل بصراحه. وكان بس كان المفروض البس بيضه ابيض في البيت بس انا نسيت بصراحه. احنا جايين نعمل بروفا دلوقتي وبعدين نحجز الفستان. لا يا بابا هنحجزه دلوقتي. طيب هنحجزه دلوقتي خلاص. نعم. ماشي. يلا سلام. خلاص حجزنا الفستان. الحمد لله حجزنا خلاص. حجزنا الفستان خلاص؟ حجزنا. ايوه انا بقى احجز البدله بقى. اروح احجز البدله بتاعتي بقى. عارفين ايه المشكله بقى اللي هتقابلنا دلوقتي؟ ان البدله بتاعته لازم نشتريها عشان لازم نشتري البدله. كل المحلات منزله سيل سيل على سعر البدله لكن مفيش تأجيل. وعذرا يا جماعه الاستطاعة عشان انا عندي برد وتعبانه بس برضه هعمل الفرح. هتعمل الفرح يا تعبانة. عادي. ماشي عموما يا جماعه انا قلت لها والله العظيم ان انا البس البدله اللي عندي وخلاص بس هي صممت ان انا لازم اجيب بدله. اه هي تكلفه على الفاضي وخلاص بس هي فكره يعني ايه يا رب تعجبكم مش هوصيكم بال اهم حاجه تدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اه بصوا بقى يا جماعه نخش نجيب البدله وبوريها لكم بعدين بعد ما اشتريها ان شاء الله. قولوا لي ايه رايكم في الفستان اللي انا قست. هوري لكم بدله بعد ما اشتريها ويا رب تعجبكم. يلا مع السلامه. هلا والله يا فنزاتي. تعبنا من كتر اللف والدوران. فرهضنا. فرهضنا بجد. كل لما نروح مكان سيشن تقول لي لا مش عاجبني. كل لما نروح مكان سيشن مش عاجبني. يا بنتي. لا وعايز ادخل مكان اه هو ده يبقى هو ده. المشكله يا جماعه ان احنا مش عارفين نصور لكم جوه عشان نبقى صراحه كده في الاول. لان قال ممنوع التصوير جوه. احنا عشان ندخل السيشن نصور ما ينفعش نصور بالموبايلات اصلا لان احنا رايحين نحجز تصوير. اه هنصور ازاي؟ هننزل لكم اكيد الصور يعني. فقلنا ايه؟ نقعد نريح شويه نشرب كابتشينو. كابتشينو يا سوني. ونقوم نكمل بقيه الدوران والقصه واللف والكلام ده كله. انا تعبت اصلا والله بس انا مكمله. رشقه في الموضوع رشقه. انا عندي برد بس رشقة. مكمله برضه عادي. اه رشقه ما بتحلش. انا كل ما انا ماشيين اقول لها يا بنتي رجع لعقلك رجع لعقلك تاني مش هينفع الكلام ده. ده انا لبست الفستان تقيل وحاله ام حاله والله العظيم. ده انا كنت خلاص بعد ما قست الفساتين دي يرجع هو يقول لي خلاص ارجعي في كلامك. لا طبعا وانا عبيطه ده ما صدق. فستان 8 كيلو. فستان تقيل والله العظيم. انا حاسه ان حاجه كبسه على قلبي هموت والله العظيم. تقيل جدا. هتشر عندك. اه. يعني لما تموت يعني لا قدر الله مين اللي مين اللي هتروح تتجوز واحده ثانيه وتلبس فستان ثاني. بص ايه رايكم يا جماعه في الفستان اللي انا اخترته؟ هو بس كانت المشكلة بصراحة في البادي هو اللي انا مش نسيت فعلا خالص يعني بصراحة. بس في الفرح طبعا اكيد الدنيا هتبقى مختلفة يعني. تعبانة وطالع عينيها وهلكانة وعندها دور برد. ويلا ننزل نشوف البوستات. هما حريم كده يا جماعة هما حريم كده لما بيطلع في المخزن حاجة خلاص. المشكلة الأكبر كمان المشكلة الأكبر بقى الحقيقية إن النهاردة الحاجة ومعظم المحلات قافله والاماكن قافله وكمان بحس الجو بدا يسقع بقى وتوقيت الشتاء بقى دخل وسلام تجاوبين. لا هو فعلا الجو بدا يسقع بجد والله. النهارده لحد ومعظم الاماكن قافله. الواحد مبقاش شغل التكييف وهو نايم هيك. لا تكييف هيوقف. كل سنه وانتم طيبين.
احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا حتى نصور لكم مكان استشهد من بره، بس هو والله ممنوع التصوير جوه خالص كده. نتصور بقى ايه يوم ما نقرر اليوم ده، نعمل زفه بقى وكل حاجه هتبقى معانا. لما نحدد اليوم باذن الله هنخش ونصور بقى في السيشن جوه الموبايلات وبتاع وكل حاجه. لكن هو قال استني يعني اليوم ده، يكتب لي في الكومنتات ان انتم مستنيين. انت خالص على فكره صوتها رايع، انتوا سامعين؟ اكيد سامعين. اكتبوا بس في الكومنتات ان انتوا عايزين اليوم ده فعلا، وان شاء الله يكون في اقرب وقت يعني معاكم باذن الله. منتظر احنا هنخلص كابتشينو وهنطلع في مكان سيشن برضه هنا، هنحاول برضه ايه نحاول على قد ما نقدر نصور لك يعني، نراضي ربنا ييسر ان شاء الله يعني، ونحاول نصور نراضي الراجل باي حاجه كده ونصور يعني. هنغمزه بحاجه. يلا استنونا واحنا يلا مع السيشن، استنونا على السيشن. يلا سلام. واخيرا يا جماعه وصلنا مكان السيشن المناسب. جننتكم. بصوا بقى السيشن اللي انا جبته فيها، اللي احنا هنصور فيه السيشن. ايه رايكم في السيشن ده بقى؟ ايوه احنا قررنا ان انا هلبس الفستان وهنيجي نصور هنا. هو هيلبس البدله، هي هتلبس الفستان وانا هلبس الشورت والفانيلا ونيجي نصور هنا في السيشن ده بقى يا جماعه. احلى سيشن. الفكره المجنونه دي اظن ما حدش عملها قبل كده. اظن فكره ساديه عمرها ما اتعملت قبل كده. وبصوا هتبقى ضرب نار. ما حدش عملها قبل كده. وضحكت عليها برضو هنا نصور ببلاش. هنا ما فيش فلوس. اللي قال لك ان ببلاش؟ ايوه هنا. ببلاش طبعا. لا هنا هنصور. ايوه هنا ايجار الساعه 80 جنيه ولا حاجه. مش مشكلة، المهم انك تدفع. قولوا لنا رايكم يا جماعة في الكومنتات، ايه رايكم في مكان السيشن الرهيب ده؟ لا انا هتصور كمان في وسط العيال اللي لابسة برتقالي دول. وهم اللي يزفونا بقى وبتاع وكده صح؟ والله يا جماعة ايه رايكم؟ بذمتكم مش فكرة مجنونة؟ والله مجنونة فعلا. قلنا يا جماعة قولوا لنا بس ايه؟ ان ايه رايكم؟ هتصور هنا ولا هتصور في السيشن في مكان؟ انا هستنى رايكم في الكومنتات عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى هنعمل الفرح والزفه بس قولوا لي رايكم بس احنا هنعمل ايه. هو خلاص احنا هنحجز هنا، هننزل دلوقتي اتفق مع صاحب الملعب دوت واقول له احنا هنيجي نصور. الناس هتقول ايه؟ يمكن مش عاجبهم. طب والله يا جماعه بنفكر بجد نعمل السيشن، نعمل السيشن اهو وننزل بقى ايه نجيب كورتين وبتاع ونلعب صح؟ والله يبقى جميل. قولوا لنا رايكم يا جماعه في الكومنتات، لان يعني لان الموضوع دوت ان شاء الله هيبقى الاسبوع الجاي. من هنا لحد الاسبوع اللي جاي بقى تقولوا لنا في الكومنتات نعمل ايه بالظبط. ولسه استنوا التحديات الجايه، وهنروح لناس مشاهير كتير، فانتوا تابعونا، لازم تتابعونا الفتره الجايه على قد ما تقدروا. واهم حاجه اي حد يشوف الفيديو يدوس لايك، دي اهم حاجه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي يا جماعه مع التفاصيل كامله ان شاء الله. يلا مع السلامه. سلام.